الحمد لله على السلامة يا عم عمر. قولي الحمد لله، انت اتكتب لك عمر جديد. وايه اللي حصل بالظبط؟ جلطة في القلب، عملنا لك قسطرة وركبنا دعامة، بس ربك كريم، الدكتور كان خايف تعمل عملية قلب مفتوح. انا كنت هموت ولا ايه؟ لا وحد الله كده وروق، احنا بلغنا اهلك وزمانهم جايين، ويبقى لي انا بقى الحلاوة عشان طمنتهم عليك. اهل مين دول اللي بلغته؟ شكرا. يا بابا الف سلام عليك، انت كويس؟ يا بابا الحمد لله على السلام، طمني عليك يا حبيبي. انت غلطان في الاوضه؟ غلطان في الاوضه ازاي؟ عند ابويا. مين انت؟ ابو مين؟ سيد. ايه يا حبيبي؟ سلم على علي اخوك الكبير. اخو مين؟ انت كويس طبعا يا حبيبي؟ ومين ده وايه اللي بيحصل؟ يا عم انت لمين وبتعمل ايه هنا؟ بس يا علي انت مش عارف حاجة. انا مش عارف حاجة يا بابا؟ طب عرفني. امك عرفت انا في المستشفى؟ لسه. امه مين يا بابا؟ امه مين؟ بقول لك يا جدع، انت بتكلم معاك بالذوق لحد دلوقتي؟ امسك العقل كده احتراما ان في مريض. انت ما تعرفش تتكلم غير بالذوق اصلا. بس بقى. بس. أنا متجوز 2 ستات، إحسان أمك وعنايات أمك يا حسين، جوزتها من أكثر من 20 سنة. وتقول يا حاج أنت كمان 2 ستات إزاي يعني؟ تتكلم بجد؟ يعني أنت ضاحك علينا أكثر من 20 سنة؟ بابا والست اللي في البيت دي اللي مش شايله الهم، اللي عماله تكبر وتربي، وتيجي يومين في الاسبوع تشخط وتنطر، المولد بتعمل كده ليه؟ تقول لي بربي رجاله؟ دي بتقول عليك مفيش منك اتنين، هو في راجل بيكذب؟ بس بقى يا علي، انا بني ادم يا اخي، قبل ما اكون ابوك انا بني ادم. بني ادم بيحب وبيكره، بيحس. بني آدم بيضعف، تحصل له زلات زي أي بني آدم في الدنيا. وبعدين مش بقول لكم ده عشان تسامحوني ولا حاجة، بقول لكم ده عشان تصدقوني، تعرفوا إني بحبكم أوي، ما حرمتكوش من أي حاجة. عمرك ما حبيت إلا نفسك، فمالوش لازمة الكلام ده دلوقتي. خلاص طب يا كابتن، دلوقتي ديك شايف لسه طالع من العملية بالراحة. إن شاء الله لما أخرج من المستشفى ترتاح مني. بس ياك ربنا يسامحني. سامحني يا رب. واللي أنتوا عرفتوه دلوقتي لازم يفضل سر بينا. لما تعرفوا ولامك يا حسين، لحد ما اخرج من المستشفى ونشوف هنتصرف ازاي. اشترك في باقات واتشت الشهرية من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية من 149 جنيه و99 قرش.